ضمن سياسة التهجير القسري ضد المواطنين في الأغوار الشمالية، أصدرت سلطات الاحتلال قراراً بهدم خربة الميتة بحجة أنها تقع ضمن المناطق المصنفة جيم. ما يدور الآن في خربة الميتة وما يريده الاحتلال من منطقة الميتة هو عملية تهجير قسري للعائلات الفلسطينية. اليوم الاحتلال يقوم بعمليات الهدم بالجملة في مناطق الأغوار. في حمصة كانت عملية الهدم بالجملة لكافة المنشآت الموجودة الفلسطينية والتي تعود للمواطنين الفلسطينيين والذين هم موجودون في هذه الأرض قبل وجود هذا الاحتلال. 21 عائلة تقطن خربة الميتة منذ عشرات السنين، أصبحت تترقب اليوم مصيرها بعد هذا القرار، ومن المحتمل أن تشرد إلى العراء في حال نفذ هذا الهدم. طلع القرار وهسه بنستنى 15 يوم في مفاوضات مع المحامي، إن شاء الله بيسوي شيء، إذا ما سواش شيء بدهم يجي يهدوا في المنطقة هون. انتهاكات في بالنسبة للمستوطنين المراعي، يعني المراعي كل سنة بيحرقوها الجيش في التدريبات. المستوطنين ماخذين مناطق كثيرة، هاي المنطقة تعرضت أكثر من مرة هدم يعني. جهات مختصة أكدت أن قرار الهدم يأتي ضمن ممارسات الاحتلال التي تهدف لتهجير المواطنين من أراضيهم، وبالتالي خدمة المشاريع الاستيطانية وضم الأغوار. هذا القرار ليس الأول، فالاحتلال يكثف انتهاكاته بحق المواطنين في الأغوار الشمالية بغية تفريغ الأرض من أصحابها الشرعيين وضمها لحدود دولة الاحتلال. من الأغوار الشمالية، مي المصري، تلفزيون فلسطين.